بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين، سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملال على يوم الدين. اعزائي طلبه الصف الثاني الثانوي، نكمل مع بعض حل كتاب المراجعه والامتحانات مرسي للصف الثاني. نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحة 45 بدأ اللي بيقول لي جوموبيل، انا اسمي بيير، انا عايز اكون باغي في باغي ده لو كارتير في حي نابليون. سين كارتير انه حي قلم هادئ ابلين دو بارك ومليء بالحدائق. منزلي يكون نوفيل جديد. اليسي كومبوزيه تكون من ترواي تاج ثلاث طوابق. ديفال لاميزون امام المنزل اللي يوجد جاردان حديقة افيك دي فلير بظهور كلوري ملونة. جيان شامبر، أنا عندي حجرة خاصة، ما شامبر حجرتي تكون كبيرة إبيان رانجي ومرتبة جدا. لا شامبر الحجرة دي مي بيرونس حجرة والدي إي إنفيس في مواجهة دي لا كوزين المطبخ. لا شامبر دي ماسير حجرة أختي جوليا تكون تجور دائما عند سوردر في فوضى. لما تم في الصباح جيفي مولي أرتب سريري أبريل جورني بعد اليوم المدرسي. جيد أنا أساعد مامير أمي أرانجير في ترتيب المنزل. جوليا تقضي طول جورني طول نهارها أسمع في سماع الموسيقى في حجرتها. ضل التكس في النص بير يصف مدينته منزله ساجورني سكولير يوم المدرسي ولا مدرسته. هو موصفش يوم المدرسة، هو وصف سامي زون منزله. لا شامبر دي جوليا حجرة جوليا لا تكون في فوضى، لا تكون كبيرة، لا تكون مرتبة عشان حجرتها تكون ديسوردر في فوضى. افان دي ارلير على كل قبل الذهاب الى المدرسة بير بيطبخ، يمشي المكنسة، يرتب السرير، يرتب المنزل، يرتب السرير. لان هو قال لك قبل المدرسة أنا أرتب ما شامبر حجرتي أو سريري. ديفون لاميزون أمام المنزل أون تروف نجد، تعال نشوف أمام المنزل نجد إيه. قال لك أمام المنزل يوجد جردان حديقة فيها زهور، يبقى أن جردان حديقة خدنا الأولانية. مسيو دانيال بيقول بنجور صباح الخير مسيو سيدي، جي شرشين أبحث عن أبارتمو يعني شقة. قالوا للإيجار ولا للبيع؟ قالوا للإيجار، لكن قريبا من محطة المترو في المدينة. قال له بون حسن أنا عندي نوفيل أبارتمو شقة جديدة دالا كارتير في حي لويس الخامس. إنها 50 متر دي لا ستاسيون، 50 متر من المحطة بتاعت المترو. قال له يوجد كم من الحجرات دانسيت أبارتمو في هذه الشقة؟ قال له 3 حجرات كوشير نوم، صالتين، مطبخ، صال دوبان حمام. 2 صال دوبان حمامين. قال له سوبر سي شير مسيو انها غاليه سيدي. قال له لا انها ب 400 يورو بار موا في الشهر. مسيو دانيال شرشي يبحث عن حجره فارغه او حجره فاضيه دو كارتير عن حي لويس الخامس ولا لا ستاسيون دي مترو محطه المترو ولا ابارتمو شقه الايجار، يبقى شقه الايجار الاخرانيه. ضل ابارتمو في الشقه يوجد ديس بس 10 حجرات 7 حجرات 8 حجرات هم 8 حجرات. بور ليفير لكي يؤجر الشقة مسيو دانيال فا باير سوف يدفع كاترسون 400 ودي 300 ودي 500 ودي 600، يبقى خدنا 400 يورو الأولانية. ضل أبارتمون في الشقة نجد دو شامبر هي 3 شامبر إن كوزين مطبخ نجد مطبخ. نقرا اللي جاي. افون دو الير قبل الذهاب الى السرير تامير امك هتقول لك اغسل السنان. تذكري انت تصف تانوفيل ميزون منزلك الجديد، انت هتقول انه اكرو كروهات اليه انكور انه من الجلد انه اجتماعي هو يتكون من 10 حجرات، يبقى خدنا الاخراني. تيفافير انت سوف تغسل لافاسيل الاطباق، ماذا انت تقول؟ أنا سوف أذهب أو أنا أذهب على صال دوبان للحمام، أذهب إلى حجرة الأكل، أذهب إلى المطبخ. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك أين تنام، أنت تقول في صال دوبان في الحمام،
في أوضة الأكل في حجرة النوم ضل شامبر دي أكوشير في حجرة النوم. تي نوتا إيه أنت تنظف تشامبر حجرتك ماذا أنت تقول؟ أنا أضع الطابل المنضدة أو السفرة، أغسل الأطباق، أعمل الطبيخ، أغسل الأطباق، أمشي المكنسة بتنضفها، يبقى تمشي المكنسة الأخرانية بس لازبغتي. تونا مي زميلك بار ليتكلم دي ساجورني عن يوم المدرسي ماذا هو يقول؟ أنا أساعد أمي في الطبيخ، الحصص تبدأ الساعة 8. تيشر شي أنت تبحث عن إيبونج السفنجة ماذا أنت تقول؟ أنا أضع المنضدة، أغسل الأطباق، أرتب الدولاب، أطبخ، يبقى أغسل الأطباق. تو بارل أنت تتكلم عن تشمانية منجرية أعمالك المنزلية ماذا أنت تفعل؟ أنت تقول أنا أذهب إلى المدرسة، أشاهد التلفزيون، لا أحب مشي بصير لازبراتير، أمشي المكنسة، أنا أغسل الأطباق، خدنا الأخرانية. تي دوموند أن تطلب من زميلك سيز أكتيفيتي أنشطته أفون دي ألير قبل الذهاب إلى المدرسة، هو هيقول لك أبري بعد ما تنفعش. أنا أذهب إلى السرير ده مش نشاط. أنا آخذ الفطور تنفع. أنا أذهب إلى النادي ما تنفعش. تي دوموند أن تطلب من زميلك سي تاش مانيجري أعماله المنزلية، أنت تقول أي أعمال هي؟ لا. ماذا تفعل في المنزل؟ آه. تعمير أمك تي دوني تعطيك نصيحة قبل الأكل، ماذا هي تقول؟ اغسل إيديك. آه. تيتين ترونية أنت تيتين فورمية أنت تسأل على لو نمبر يعني عدد حجراتك الحجرات، أنت تقول كم من الحجرات توجد في منزلك؟ آه. تنمي زميلك في يعمل طبيخ أو بيطبخ، ده زميلتك، ماذا أنت تقول؟ هي تجهز الوجبة؟ آه. ترتب السرير، تمشي المكنسة، ترتب لوكوفيرت المفارش. تي دومان أن تطلب من زميلك سون بنيون رأيه على تشمبر حجرتك، أنت هتقول له كيف تجد منظري؟ ما رأيك في منزلي؟ أي أساس؟ ما رأيك في حجرتي؟ خدنا الأخرانية. تي دومان أن تطلب من تونا مي من زميلك لديسبوزيسيون يعني ترتيب حجرته، ماذا هو يقول؟ إنها بنتي مرسومة من وردي؟ لا. إنها رنجي مرتبة؟ آه. إنها في مواجهة المطبخ؟ لا. إنها سو تحت السرير؟ لا. إحنا كانت التصوير واقف سنة بس فرجحت ليه تاني معلش. تي ديكري أنت تصف تشمبر حجرتك ماذا أنت تقول؟ هي ولا هو الحجرة مؤنث بالونة ما تنفعش؟ إنها من القطن؟ لا. يوجد كوزين مطبخ؟ لا. إليه رنجي إنها مرتبة؟ خدنا الأخرانية. خش على القواعد. كلمة اوبينيو رأي، كلمة اوبينيو وفي كلمة تمام في الفرنسية، كلمة افي وكلمة اوبينيو الاثنين معناهم رأي، بس الأولانية مذكر والتانية مؤنث. اكتب ورايا ملحوظة كتبناها، يلا نرجع للجملة. اوبينيون كده مؤنث، آخد أنا واحدة في دول، قال لك كلمة بتاعت المؤنث التانية. أبارتمون شقة بتنتهي بمون تي، أي كلمة بتنتهي بمون تي مذكر ما عدا الجمهور الفرصة، لسه ما جاش معادها، بس خلي بالك إن أي كلمة علينا مكررة حاليا دلوقتي بتنتهي بمون تي مذكر، آخد أنا واحدة في دول. قال لك ست بتاعت مؤنث مذكر، مذكر مبدوء بحرف متحرك، طب مهدي مذكر مبدوء بحرف متحرك، يبقى آخد التالتة. اللي هي يوجد بس حجرات في منزلك، كومبياندو كم من؟ آه. بيجي وراها اسم جمع. حجرات جمع مؤنث عشان كده ما خدناش كل. لو ديجيني الغداء جي بريند، الغداء مذكر، كل الوجبات مذكر. اخد لو. انا اخذه الساعه 14. جينيفي بقى انا لا اغسل لا فاسيل، لا تتاثر بالنفي لان هي لا. اخد لا. مدام مهم الفصل يبقى احترام، امر مع مين يا مسيو؟ امر مع الفو. انا واحده في دول امر مع الفو، قال لك نهايتها او زد الاولاني. لمير جدران حجرتي تكون اون، خد ملحوظه اون على السريع، احنا قلنا اون ياتي بعدها صفه لون مفرد
مذكر دائما. ارجع للجملة تاني. ادي الحجرة مؤنث ما تنخدعش. عندك هنا ايه؟ عندك هنا ان بيجي وراها ايه يا مسيو؟ بيجي وراها صفة لون مفرد مذكر دائما. خدنا الاولانية. جدول فعل الاولاني مصرف يبقى الفعل التاني مصدر. طب لو جالك فعل ذو امرين وعايز تحطه في المصدر. هنا جو لابد احول معاها السو الى ميو. خدناها تحويل السو الى مو. خلاص. هات المصدر يبقى مو ليفي. جيو تلازي انا استخدم لاسبراتير. المكنسه مذكر مبدوء بحرف متحرك اخد سي او تي. اكل اير في اي ساعه انت التي معها تي والنهايه او اس يبقى تي تي كوشي انت تنام. اليا يوجد صل صل دوبان. هي صل دوبان ولا صل ابان؟ صل دوبان يبقى خدنا دو. امال ايه اللي صل بيجي معاها قال لك صل امر جي. طش الاعمال جمع مؤنث. اخد انا واحده في دور جمع مؤنث قال لك الاخراني. ماما امي وعمل بعدها فاصله يبقى امر مع الفو. انا واحده في دور امر مع الفو قال لك فيربيريبير اللي هي الاولانيه اخرها وزد. كومبيان يعني كم؟ بيجي وراها يا اما يا اما يا اما دي او يا اما دي ابوستروف زائد اسم جمع. تبادل اسم الجمع يفضل لك دي او. اخد يعني واحده قال لك التالت. ما بتيت صغيرتي ني ده فيرب امر ونفي وذو ضمرين ثلاث حتت. ليفت وا ده في الاثبات. تولوفي ده تصريف عشان في اس. تولوفي شلنا منها الاس ده كده امر. بحذف حرف الاس مع الضمير تي في فعل المجموعه الاولى وانا بامر صغيره يعني واحده بس يبقى اخد ليف تولوفي. لو صالون الصالون يكون بجانب اكوت دو كوزين المطبخ مذكر اخد دو. مؤنث اخد ده مؤاخذه مؤنث اخد ده دولا. كنت هسرع واخدها دو كنت هتعملي مشكله خلي بالكم. بس المهم ان احنا جانا نفسنا تاني المطبخ والطبيخ الاثنين زي بعض مؤنث ناخده كده. منى وعمل فاصله يبقى امر مع التي. امر مع التي بس مش هقدر احذف حرف الاس لان منى بتساوي الضمير تو في التصريف معاها مات نهايتها اس. مش هقدر احذفها عشان فعلا مش مجموعه اولى يبقى خدنا الثانيه. اورولوج احنا لسه متفقين مع بعض ان كل الساعات مؤنث. اخد انا واحده في دول بتاعت مؤنث قال لك كل اللي هي الثانيه. جوفيلي فاصيل اغسل الاطباق ب اسبونج اللي هي السفنجه مؤنث. اخد انا واحده في دول قال لك ست الثالثه. طب ما هي مبدوءه بحرف متحرك. ما دي بتنفع مع المؤنث الساكن والمتحرك. ماميزون منزلي يكون دي ويت بيس فيه ثمان حجرات. كومبوزيه تكون من المنزل مؤنث يبقى دي ما تنفعش دي مع المذكر. كومبوزي مع الجمع. كومبوزي مع جمع المؤنث. كومبوزي مع مفرد المؤنث خدناها لان المنزل مؤنث حطينا تبعيه اولى. يتكون من فو نقط. انا واحده في دول تنفع مع الفو. ادي مع النو وادي مع ال وادي مع ال بتاعت الجمع يبقى دي مع الفو. فت تصريف فعل فير مع الفو. سيلا صل انها صل امانجي. ادي الاه لسه كنا بنسال عليها في السؤال الاولاني في الصفحه ده. تكون حجرتك قال له انها في الاعلى يبقى كيف ولا ما ولا متى ولا اين؟ اين تكون حجرتك؟ قال له في الاعلى. ليو اصافه مي ليو اسرته كده جمع بيساوي الضمير ال بتاعت الجمع. سي برومونيه تنزل اخرها او ما تنفعش مصدر ما تنفعش. برومونيه نهايتها او ان تي. خدنا الاخرانيه نهايتها او ان تي الثالثه. سوزان مين وي سوزان وما عملش فاصله يبقى تصريف عادي. تيكو شيء ما تنفعش. سيكو شي تنام. تنام في منتصف الليل. جوبرين ده انا هاخذ لو دينار العشاء اخد ال او. كل الوجبات مذكر. كلسون ميبل ما يكون الاساس. الاساس اكتب عليها بالعربي جمع مؤنث مذكر. اخد كل الاولانيه. جيرانج انا ارتب الملابس في الدولاب. الدولاب مفرد مؤنث. انا واحدة في دول تمشي مع المفرد المؤنث قال لك ست التاني. ليوبوبليجي مت دالو بانيير في السلة. الكمامة والاوراق انا وضعها في السلة جامعة اخد اللوس. يكون تون ابارتمو شقتك قال له انها في المدينة. ك
كيف ولا لماذا ولا ما ولا أين؟ أين تكون شقتك؟ قال لك في المدينة. جوليا وعمل علامة تعجب لدينت الأسنان. بأمر كم شخص؟ بأمر شخص واحد. أمر مثبت ولا منفي؟ أمر مثبت. فعل ذو ضميرين؟ فعل ذو ضميرين. يبقى خد بروسيت واغسلي لدينت الأسنان. توا في الأمر المثبت مع التي في الآخر. ما فامي أسرتي سوبر بير تتجهز لرحلة اسكندرية. الأسرة مفرد، ما حدش ينخدع والأسرة ده فيها أفراد كتير. لا هي أسرة واحدة مفرد. يبقى خدنا الأولانية. اكتيفيتي أنشطة جمع مؤنث. أنا واحدة في دول جمع مؤنث؟ قال لك كل الأولانية. ما بتي صغيرتي لا فاسيل الأطباق. بأمر صغيرتي، أنا بأمر شخص واحد مع التي في مع التي اف اي اس. نو نو برمون برو برو. نحن نتجهز، نتجهز فعل ذو ضميرين، اخذ معاه تحويل السو مع النو نو. حجرتي تكون في مواجهة الصالون. الصالون مذكر وانفاز بيجي معاها دوب مشتقاتها. طب ايه اللي بيجي مع الدوب في المذكر؟ قال لك دو الاولاني. ديكري طامزون صيف منزلك. المنزل مؤنث، ما مؤنث ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث. قال لك نوفيل الثاني. يكون تون ابارتمون شقتك. قال له ليه جروند انها كبيره. متى ولا لماذا ولا ما ولا كيف؟ قال لك كيف تكون شقتك. ليطاش من الجري الاعمال المنزليه انا لا احبها. دي جمع، اخذ ال او اس. أين ليت ولدت جمع، أخذ أنا واحدة صو الأخرانية أين تكون عشان دي بتساوي الضمير ال بتاعت جمع المؤنث. أكلير في أي ساعة جوليان تو ليفي ده مع التي، وجوليان بيساوي الضمير ال. سو ليفي استيقظ. تشمر حجرتك الفو يجب أن ترتبها. الهاء عايدة على الحجرة يبقى خد لا. جيم لاسبراتير انا احب المكنسه. فير ولا بلاير ولا متر ولا بصير؟ تعبير على بعض اسمه بصير. لاسبراتير يمشي المكنسه. سيمون ابارتمو شقه. مذكر مبدوء بحرف متحرك، اخد نوفيل الاولاني. دي بتاعت مذكر مبدوء بحرف متحرك، ودي بتاعت مؤنث ساكن ومتحرك، ودي بتاعت مذكر مبدوء بحرف ساكن، ودي بتاعت جمع مذكر. لشمر الحجرات اكتب عليها جمع مؤنث. انا واحدة في دول جمع مؤنث ادور. رونج مفرد، ده جمع، ده جمع مذكر. اخرها او اس جمع مؤنث، يبقى خدنا رقم ب. منى وعمل فاصلة، يبقى امر مع التو. طالما امر مع التو اخد اهني. قال لك نوتو ايه اللي نهايتها او، عشان بحذف حرف الاس مع الضمير تو في افعال المجموعة الاولى. تي الله انت تذهب الى اي الى انت تذهب نقط الى في اي ساعه؟ انت تذهب خليها سوف عشان هيجي وراها فعل. الفو معاها تحويل السو فو والمصدر، ادي فعل مصرف يبقى التاني مصدر ولا بد من تحويل السو الى فو. تكون حجرتك، قال له انها في مواجهه المطبخ. اين تكون حجرتك؟ قال له انها في مواجهه المطبخ. الحمد لله رب العالمين. هكتفي بس النهاردة بهذا القدر. صورت كتير والله في رمضان وارهقت جدا. انا هقف عند صفحة 51 ان شاء الله. بكرة نعيشنا وكلنا عمر اكمل من الصفحة اللي جاية في الدرس الثاني في يونت 4. ناخد على بعض على طول ان شاء الله. اشوفكم بخير يا رب اذا كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.